بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. اليوم 29 من شهر طوبى المبارك أحسن الله انقضاؤه وأعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة أسكاني، كانت ابنة وحيدة لأحد أشراف روما. نشأت محبة للعبادة وقراءة سير القديسين والعطف على المساكين، وكانت تداوم على زيارة بيوت العذارى وتحاول أن تتمثل بهن. خطبها أحد أبناء وزراء روما، فأعد والدها كل ما يلزم للعرس، أما هي فسألت والدتها أن تذهب لزيارة بعض الراهبات لتودعهن. ولما سمحت لها أخذت اثنين من جواريها وكل حليها وأبحرت إلى قبرص، حيث التقت بالقديس أبي فانيوس أسقف قبرص وأعلمته باشتياقها إلى حياة الرهبنة، فأشار إليها أن تذهب إلى الإسكندرية، فأطاعت وأبحرت إلى الإسكندرية حيث التقت بالبابا ثاوفيلوس البطريرك 23، وأطلعته على رغبتها وسلمته كل حليها فضمها إلى أحد بيوت العذارى. أما الحلي فباعها وبنى بثمنها كنيسة على اسم القديس استيفانوس بالإسكندرية. استمرت أكساني تمارس الحياة النسك والعبادة أكثر من 20 عاما، ولما جاء وقت نياحتها ظهر في السماء صليب من نور حوله دائرة مضيئة من النجوم، وذلك في منتصف النهار، وظل هذا المنظر باقيا حتى دفن جسدها الطاهر. فعرف أهل الإسكندرية أنها علامة سماوية تدل على سمو حياتها الروحية. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس سيرياكوس المجاهد، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.